الإفراطية بعشرات المدرعات لحماية الخضراء وعين الأسد. ساكو يحذر من إفراغ سهل نينوى ومن المسيحيين ويقول الدولة غير قادرة على ضبط السلاح المنفلت. بعد تخفيض إيران تصدير الغاز، العراق يحيل ربط الكهرباء مع الأردن إلى جنرال إلكتريك الأمريكية. لا تعيينات على العقود والملاك الدائم، المالية تؤجل كل شيء حتى إقرار الموازنة الجديدة. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من يوتيوب، أهلا بكم. لم تهدأ وتيرة التصعيد الأمني في العراق في أعقاب ذكرى اغتيال سليماني. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يرد على الخارجية الإيرانية ويؤكد أن المقاومة فيها انضباط ولا يسمح لمن هب ودب بالدخول إليها. أما الحكومة فقد أقرت بوجود مفاوضات مع الجانب الإيراني لإيقاف مسلسل الاستهدافات التي تطال البعثات الدبلوماسية، مؤكدة أنها لا تريد التصعيد وقد تعاملت مع التحديات الأمنية بصبر وحكمة. لم يقف زعيم التيار الصدري متفرجا على التصادم الأخير بين الفصائل والحكومة. المتحدث باسمه من مقره في النجف وصف التصعيد في المنطقة بأنه لا يصب في مصلحة أحد وأن المتضرر الوحيد هم العراقيون. جاء ذلك ردا على الخارجية الإيرانية التي علقت على نداء الصدر الأخير بالتبرؤ من هجمات الكاتيوشا ضد السفارات. المتحدث باسم الصدر في رده الذي يحمل رسائل عديدة وتوقيتها معلوم نوه إلى أن المقاومة فيها انضباط ولا يسمح لمن هب ودب بالدخول إليها. الحكومة على لسان المتحدث باسمها وزير الثقافة حسن ناظم كشفت أن الوفد العراقي الرفيع الذاهب إلى إيران ناقش كبح جماح الفصائل المسلحة التي باتت تشكل خطرا ينذر بتداعيات خطيرة في المنطقة. حاول ناظم تذكير إيران بأن اختلال العراق سيكون عبئا على طهران نفسها. الوزير قال إن هنالك سلاحا منفلتا يضر بالبلدين. المعتقلون في ملف الكاتيوشا ما زالوا في السجن، والعلاقة بين الحكومة والفصائل لا تزال متوترة ولا تفاهم بعد حتى حلول ذكرى اغتيال الجنرال سليماني أو عودة وفد العراق من طهران المتصارعة أجنحتها أيضا بحل لا أحد يعلم فحواه حتى اللحظة. وإثر أحداث ليلة شارع فلسطين وسط بغداد، يقال إن قيادات الأمن قررت معاقبة أي مسؤول أمني تنطلق الكاتيوشا من منطقته مع تنفيذ انتشار واسع منذ أسبوع في محيط المنطقة الخضراء، بينما المروحيات والمقاتلات تحلق في سماء العاصمة فيما قيل إنه تسريب على استعراض واسع للقوات المسلحة ينفذ في عيد الجيش. وتعليقا على ذلك، أشار مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى أن التصعيد الحاصل في المنطقة يضر بأمن العراق وأن القوات الأمنية مطالبة بمواجهة الانفلات الأمني الذي تسعى إليه قوى داخلية وخارجية. إن التصعيد الحاصل في المنطقة لا يصب في صالح أي أحد وإن العراق هو المتضرر الوحيد وخصوصا مع الانفلات الأمني من قبل بعض الخارجين عن القانون الوضعي بل والشرع أيضا فنرجو الحذر. الحكومة العراقية مطالبة بأخذ زمام الأمور في تحقيق السلم المجتمعي من خلال قواتنا الأمنية البطلة ومنع الانفلات الأمني الذي تسعى له بعض القوى الداخلية والخارجية. أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد تزويدها القوات في قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار بعشرات العجلات المدرعة. السفارة وفي بيان لها جددت التزام الولايات المتحدة بمساعدة الجيش العراقي للحفاظ على أمن البلاد، وتحقيقا لهذا الهدف أقدمت واشنطن على منحه 30 سيارة مدرعة لتأمين المنطقة الدولية. البيان أضاف أن السيارات هذه قدمت إلى
فرقة القيادة الخاصة في القاعدة وسيستخدمها الجيش في دورياته، موضحا أن هذه الخطوة بداية لخطة كبيرة للتعاون الأمني بين بغداد وواشنطن لتأمين مركز العاصمة. وفي السياق، رجح موقع ميلتري تايمز أن تخفض أمريكا من أعداد قواتها في العراق وأفغانستان في منتصف كانون الثاني المقبل، ومن المتوقع بحسب الموقع أن يصل التخفيض إلى 2500 جندي فقط. ولم تحدد واشنطن موعدا لسحب القوات من العراق، لكن إدارة ترامب قالت إنها تأمل بإخراج جميع القوات من أفغانستان في حلول أيار المقبل. وفيما تقترب ولاية ترامب من الانتهاء، تتجه الأنظار إلى بايدن الذي تعهد في حملته الانتخابية بإنهاء الحروب إلى الأبد في أفغانستان والشرق الأوسط عموما. قال بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو إن التطرف ما زال يهدد المسيحيين في سهل نينوى، وأشار في مقابلة مع برنامج أبعاد أخرى إلى وجود محاولات حثيثة لإفراغهم من مناطق سكناهم في محاولة للتغيير الديموغرافي. تطرف داعش داعش عمق التطرف الفكري، لا زال يعني مثلا تشوف بالشوارع وهيك علامات لهذا التطرف. مرات ايضا هناك خطابات متطرفه تدعو الى الفرقه والكراهيه. هناك سباق محموم حول المناطق من اجل تفريغها من مكونها الاصلي وتغيير ديموغرافيتها. ساكو قال أيضا إن السلاح المنفلت يهدد الجميع، وأن الدولة غير قادرة على ضبط السلاح المنفلت أو الرد على أي اعتداء ضد المسيحيين. فصائل مسلحة تفرض عليهم أتاوات والضيق في سهنين، ودولة ضعيفة ما تقدر توقف أي شيء. يعني أنت فكر قبل يومين ناس يطلعون بسلاحهم ويهددون وما في أحد يتجرأ أنه يقلم لماذا، لمصلحة من هذا، لماذا هذه الأفعال. تعهد إيراني بضخ الغاز مجددا إلى العراق، مفاوضات بشأن تصدير الغاز المولد للكهرباء في البلاد والذي تلاعبت بكمياته إيران وتسببت بانقطاع التيار عن العاصمة ومدن الجنوب. طهران أوفدت وزير طاقتها إلى بغداد لاستحصال ديونها المتراكمة. في المقابل، لدى العراق إصرار على المضي في تأهيل حقول الغاز بما يسد حاجة التجهيز والاستغناء عن الاستيراد من دول الجوار وعلى رأسها إيران. قطعت إيران غازها المصدر إلى العراق بذريعة الديون المتأخرة. نحو نصف الإنتاج الكهربائي العراقي توقف فجأة وبلا سابق إنذار. خذلان باغت العاصمة ومدن الجنوب وقلص كهرباءها إلى 5 ساعات فقط يومية بدلا من 12 ساعة. بعد ساعات من إعلان وزارة الكهرباء توقف المحطات الغازية لإنتاج الكهرباء، وصل وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان إلى بغداد ساعيا للتفاوض واستحصال جزء من الديون والبالغة 6 مليارات دولار بحسب رواية طهران، فيما تؤكد بغداد أنها تبلغ 2.6 مليار فقط. سدت جزءا منها عبر مقايضة الشعير والتبن العلفي، لكن ذلك لم يكفي. خبراء في الطاقة يرون أن استمرار الاعتماد على إيران بشراء الغاز كان متعمدا ويمثل أحد أوجه الفساد وتغليب مصلحة الخارج على حساب الوطن، موضحين أن بإمكان العراق الاعتماد على غازه في أقل من عام إذا تمكن من تشغيل مشاريعه الجديدة. متحدث باسم وزارة الكهرباء قال إن لدى العراق خططا سريعة للاستغناء عن الغاز الإيراني، ويمتلك 5 حقول غازية فاعلة إضافة إلى الغاز المصاحب للنفط من حقول البصرة وميسان، لكن البلاد لا تستفيد منها. تؤكد مصادر عليمة أن الغاز العراقي الذي يحترق يوميا يفوق ما يستورد بعشرات المرات. الخطط بدأ العمل بها العام الماضي مع عمالقة دوليين. المصادر الهندسية أفادت ليو تي في بأن العراق يوشك على تشغيل محطة GTU في البصرة الشهر المقبل،
مؤكدة أن ذلك من شأنه التعويض عن نصف الغاز المستورد من إيران. أما المرحلة الأخيرة من غاز البصرة فسيتم تدشينها نهاية العام المقبل، وبعدها لن تكون البلاد بحاجة إلى استيراد الغاز مطلقة لمحطات الكهرباء. على بركة الله، توكل برفع البرج. أكدت وزارة الكهرباء أن ربط الطاقة مع الأردن أحيل إلى شركة جنرال إلكتريك الأمريكية تحت سقف زمني لا يتجاوز 26 شهرا. الوزارة في بيان لها قالت إن المرحلة الأولى للمشروع سيتم فيها تزويد العراق ب 150 ميجاوات عبر إقامة خط رويشة القائم ونصب محطة القائم التحويلية، ويأتي هذا على خلفية تخفيض إيران تصدير الغاز إلى العراق مما ضاعف أزمة الطاقة في العراق. الفوضى تعصف بالسوق العراقية نتيجة خفض قيمة الدينار. الإجراء الصعب في الوقت بدل الضائع ما زال يضرب عميقا في جذور السوق المحلية، مخلفا حيرة كبيرة بين التجار وقدرة شرائية مقيدة للمواطنين. والسؤال الأبرز خلال أيام الأزمة، من يستطيع ضبط أسعار السوق؟ وكيف النهوض بواقع اقتصاد يعاني من داء مزمن أجهزت عليه كورونا بأسعار النفط المتدنية؟ يقول خبراء اقتصاديون إن الخروج بأقل الخسائر على المدى القريب مرتبط بدعم المنتج المحلي ورفع الأثقال عن كاهله مثل ضرائب المواد الأولية وفرضها بالمقابل على البضائع المستوردة. حماية المنتج المحلي، أولا هناك عدة نقاط يفترض أن تسلكها الدولة، هي أولا خفض الضرائب من المواد الأولية التي تدخل ضمن المنتج المحلي، هذا جانب، وفرض ضرائب على المنتج الأجنبي أيضا هذا عامل ثاني يكون مشجع، والعامل الثالث هو أنه هناك يجب أن تكون هناك رقابة عن المنتج المحلي وكذلك على الأسعار المحلية الموجودة. أيضا نطالب الإخوان المنتجين أنه إنتاج بنفس النوعية بنفس الجودة التي تضاهي المنتج الأجنبي، هذا عامل مشجع وعامل يكون أيضا مساهم للمستهلك المحلي أن يتجه نحو المنتج المحلي. وهناك طبعا توجه شعبي كبير بأنه دعم المنتج المحلي. قال الخبير الاقتصادي في جامعة كركوك مثنى شكور إن على الحكومة خلق قطاع زراعي فاعل قبل عملية رفع سعر صرف الدولار، وبذلك تضمن الحكومة توفير السلع المحلية مكان المستوردة منها. لازم نخلق روح الثقة بين الحكومة وبين الفلاح، أي يعني يكون هناك بروتوكولات وتكون هناك عقود مثبتة وموثقة عند الوزارات. زين، أنت لما تتعامل مع الفلاح تسوق، هو ينتج وأنت تسوق من عنده وتصدر. أسعار الفواكه والخضروات، يعني إحنا نتعامل مع بلدان داخلية فيما يخص المنتج الخضروات تحديدا، نتعامل وياه بالعملة المحلية، وإحنا هنا العملة المحلية يعني أوتبوت إحنا نسميه مدخلات ومخرجات، هي نفس العملة ما تأثرت، فلهذا ما تأثرت الخضر والفواكه بشكل كبير مقارنة بالسلع اللي إحنا نسميها بالسلع الضرورية. في الموصل قال عدد من تجار المدينة أن أزمة خفض العملة انعكست سلبا على التجار، مخلفة ركودا كبيرا في الأسواق، إضافة إلى ضرب القدرة الشرائية لدى المواطنين. ونسبة البيع ماكو بيع، وفوقها زاد الدولار، وهنا عندنا إيجارات وعمال وأثر علينا هواي، ويجي الزبون هم ماكو بكانية شغل، ماكو يعني تعبانة وضيق، ليش تعبانة؟ احتارينا ما نعرف شلون نبيع، أنا يعني صاحب أسواق ما أعرف شلون نبيع، يوم صاعد يوم نازل، البيض كان بيض كان بأربعين ألف، الساعة صار 75 ألف، شلون نبيع ما نعرف. يعني أكو ناس فلوس الإيجار ما عندهم، أبو المحل راح يعزله لأنه ما عنده فلوس إيجار، لهالدرجة وصلت. حول الملف الاقتصادي وأوضاع السوق في الموصل ينضم إلينا من هناك مراسلنا محمد سالم. مرحبا بك محمد، حدثني عن حال الأسواق في مدينة الموصل وأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، تفضل.
نعم مرحبا بك زميلي. أقف الآن في سوق البورصة، أكبر سوق تجاري في مدينة الموصل، يضم نحو 500 متجر لبيع المواد الغذائية بالجملة. هذا السوق ولليوم الرابع على التوالي شبه مغلق، أعداد المتاجر المفتوحة لا تتجاوز 15 متجرا. جميع التجار قرروا غلق محالهم بسبب خفض قيمة الدينار العراقي ورفع سعر الدولار، وأيضا إجبار هم من قبل الأمن الاقتصادي على البيع بالسعر القديم. أعرج أيضا قبل 3 أيام قامت قوة من الأمن الاقتصادي باعتقال عدد من التجار في الموصل بسبب رفع الأسعار. هؤلاء التجار أكدوا أنهم تبضعوا بضائعهم بالآجل ومجبرين على دفع تكاليفها بالسعر الجديد للدولار، لكن لا توجد هنالك أي حلول لهذا الوضع. اليوم أهالي الموصل عموما والتجار خصوصا يطالبون بوضع تسعيرة محددة للمواد الغذائية على أقل تقدير، ليتمكن المواطن والتاجر من معرفة ما له وما عليه بدلا من الخسائر التي يتلقاها التجار، وأيضا بعض المواطنين الذين أبدوا عجزهم عن شراء احتياجاتهم الأساسية نظرا لارتفاع الأسعار وأيضا إغلاق أغلب المتاجر. نعم، إذن أفهم من كلامك أنه هناك ركود في مدينة الموصل. محمد، أسألك عن سعر صرف الدولار اليوم، ثابت تغير، شنو اللي دي يصير؟ نعم زميلي، هناك ركود شبه تام في أسواق الموصل، أيضا سعر صرف الدولار متذبذب بين منطقة وأخرى. يعني شهدنا اليوم وجود بعض يعني من يبيع الدولار بسعر 138، منهم من يبيعه بسعر 145. الأسعار متذبذبة، لا توجد هنالك سعر محدد، كل مجموعة تبيع وفق ما ترى هي. طيب محمد، ماذا عن المصانع المحلية في الموصل؟ هناك انتعاش بعد التوجه إلى المنتج المحلي؟ نعم بالتأكيد، يعني اليوم المصانع المحلية تشهد إقبالا كبيرا، خصوصا مصانع المواد الغذائية. هذا الإقبال يعني منقطع النظير حقيقة، لكن هنالك بعض المعوقات لدى هذه المعامل، كون أغلب المعامل يعني تستورد المواد الأولية من خارج البلاد، وتحديدا بالدولار، وأيضا يعني رفعت تكاليفها. لكنهم يعني أصحاب المصانع عموما أكدوا أنهم محافظين على السعر القديم، وأنهم سيتحملون الضرر من أجل إنعاش السوق، من أجل يعني دفع المواطن للاعتماد على المنتج المحلي خصوصا في فترة الأزمة الحالية. محمد سالم مراسلنا من الموصل، أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات. أصدرت وزارة المالية تعليمات صارمة إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بأي وزارة بشأن رواتب الشهر المقبل والتعيينات والترفيع والضرائب. التعليمات شملت إيقاف التعيين على الملاك الدائم أو بصفة عقد أو أجر يومي بدءا من الأول من كانون الثاني لهذا العام، وذلك لانتهاء السنة المالية لـ 2021. التعليمات شملت أيضا إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو بين تشكيلاتها التابعة لها، سواء كانت ممولة مركزيا أو ذاتيا، وسيستمر هذا الإجراء حتى إقرار الموازنة الاتحادية. مع انخفاض أسعار النفط العالمية وتضرر اقتصاد العراق، ما هي أبرز البدائل التي يمكن اعتمادها في الموازنة؟ سعد قصي من البصرة معه التفاصيل. عقب أزمة مالية خانقة مرت بالعراق هذا العام، تعود مرة أخرى الحكومة لترهن مصير البلاد تحت رحمة النفط المتقلب الأسعار. ففي مشروع موازنة عام 2021
تم احتسابه برميل النفط بين 40 و 43 دولار على ألا يتجاوز العجز في الموازنة 25% وفقا لوزارة التخطيط. لكن توقعات اللجنة المالية النيابية تشير إلى أن العجز في موازنة العام المقبل لا يقل عن 70 تريليون دينار، وسيتم تمويله من القروض حتى تتعافى أسعار النفط. الأمر الذي قد يكرر سيناريو عام 2020 عندما اقترضت الحكومة مرتين من أموال البنك المركزي العراقي لسداد رواتب موظفيها، ولكي يتمكن العراق من اجتياز أزمته الاقتصادية الحالية عليه أن يوقف تبذير موارده ويفكر بالبدائل، ومنها إنشاء مشروع ميناء الفاو الكبير الذي سيحقق إيرادات متراكمة تصل إلى 100 مليار دولار خلال أكثر من 20 عام من تشغيله، تفعيل القناة الجافة بوصفها حلقة وصل بين آسيا وأوروبا ومن شأنها الإسهاب في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، استحصال التعرفة الجمركية عند فتح الاعتمادات المستندية وليس في المنافذ الحدودية، فضلاً عن فرض ضريبة بنسبة 10% على مبيعات الدولار في البنك المركزي العراقي، ما يفضي إلى زيادة في الإيرادات غير النفطية بنحو 7 مليارات دولار. أيضاً فرض ضرائب بمقدار 100,000 دولار سنوياً على الشركات العاملة في العراق والمسجلة رسمياً وعددها 80 شركة، وحصيلة الضرائب ستكون 800 مليون دولار أي ما يعادل تريليون دينار. استثمار الغاز، فالعراق وحسب البنك الدولي يحتل المركز الثاني بين أعلى الدول إحراقا للغاز الطبيعي، وكمية الغاز التي تحرق تقدر قيمتها ب 18 مليون دولار يوميا، في وقت تشتري البلاد الغاز من إيران بملياري دولار لتشغيل محطات توليد الكهرباء. أحياء الصناعات البتروكيميائية، فمشروع النبراس الاستثماري للبتروكيميائيات المزمع إنشاؤه من قبل شركة شل مخطط له أن يوفر أرباحاً تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، فضلاً عن توفيره أكثر من 8,000 فرصة عمل. نشرتنا مستمرة وفيها أيضاً بيجي مدينة العراق الصناعية أطلال تشهد على فشل رهانات الحزب والقبيلة في إدارة صلاح الدين. قصر كل من حكم الموصل في ألف عام، قرسراي دمره المغول وتعيد إعماره جامعة أمريكية. بيجي المدينة المنكوبة في صلاح الدين وكأنها أثر بعد عين نتيجة الحروب التي دارت في أزقتها وشوارعها. يقول أهلها إن المشهد هناك يحكي معادلة سياسية كثيرة الأطراف والصراعات تحكمها مصالح الحزب الواحد بعيدا عن مصالح المواطنين. هذه المدينة الصناعية التي كانت الأكبر في البلاد بثمانينيات القرن الماضي تتجاوز نسبة الدمار فيها 90%، لا مشاريع إعمار أو توفيرا للبنى التحتية الأساسية. في صلاح الدين أيضا يشكو المقدمون على الامتحانات الخارجية من إغلاق المراكز الامتحانية منذ 4 سنوات في جميع المدن، ولا أحد يعلم سبب إهمال واقع التربية هو الآخر. ملفات سنتابعها في هذا التقرير. بعد أكثر من 4 سنوات على تحريرها، ما تزال مدينة بيجي بقايا بيوت مهدمة تركتها الحرب أثرا بعد عين. هنا الدمار الذي يتجاوز 90% في المدينة يحكي قصة إهمال الفريق الواحد الذي سيطر على مقدرات صلاح الدين منذ أكثر من عقد لأهم مدينة صناعية في العراق. المدينة التي كان يقطنها 200,000 شخص تعتبر من كبريات المدن الصناعية في العراق، إذ تضم أكبر مصفى في الشرق الأوسط سابقاً ومصانع حرارية وكيميائية، لكنها ما تزال تعاني الإهمال، فلا إعادة للبنى التحتية ولا تأهيل للخدمات الكهرباء أو الماء،
إلا ما أعادته المنظمات الإنسانية. قضاء بيجي خدمات صفر، دور الحكومة جدا ضئيل بيها، لولا الله من المنظمات ما حد ما يرجع بقضاء بيجي. المنظمات لها دور أكبر بالقضاء من ناحية إعادة الخدمات وإعادة الدور المدمرة ترميم جزء كان لها. ويؤكد أهالي بيجي حرمانهم من أي تخصيصات مالية من تكريت مركز المحافظة ورغم موازنتها على مدار السنوات الماضية، إلا أن مشاهد الدمار ما تزال حاضرة في كل مكان هنا، حيث يتساءل الجميع أين ذهبت أموال إعمار المحافظة. أما عن دور الحكومة المركزية فيقولون إنها اقتصرت منذ تحريرها على إبعاد عناصر داعش الإرهابية عن المدينة. حقيقة منذ إعلانها من كوبا ولحد هذا اليوم لم ترى مدينة بيجي أي تخصيصات مالية من قبل الحكومة المركزية في بغداد، بعد مناشدات كثيرة من قبل الحكومة المحلية في بيجي وفي محافظة صلاح الدين. تحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة لإعادة تأهيل وتطوير الخدمات الرئيسية من مجاري وشبكات ماء وشبكات كهرباء، إضافة إلى أعمال بلدية. ويؤكد مواطنون من قضاء بيجي أن مدينتهم محرومة من أبسط الحقوق المعيشية والخدمية، ومدينتهم الصناعية التي تذخر بالخيرات تكافأ بالإهمال، ولولا عمل المنظمات الإنسانية لما عاد إليها النازحون. من قضاء بيجي أنمار العاني، UTV. ومن ملف سوء الخدمات في صلاح الدين إلى الإهمال في قطاع التربية، إذ يشكو آلاف الطلاب من إغلاق مراكز الامتحانات الخارجية على الرغم من الاستقرار الأمني منذ سنوات. هنا في صلاح الدين يمنع الشباب من أداء الامتحانات الخارجية، ومن يريد ذلك عليه الذهاب إلى العاصمة بغداد، فعلى الرغم من مرور 5 أعوام على استعادتها من داعش ووجود مراكز وقاعات حديثة، فإن الغموض حول هذا الملف بات يؤرق ذوي الطلبة المنهكة أوضاعهم الاقتصادية. شنو السبب مثل طلاب صلاح الدين اللي يروح يمتحنوا بغداد؟ زين، هي صلاح الدين مديرية التربية بيها، مراكز امتحانية بيها، مدرسين بيها، يعني هو ذا مدير التربية اللي يسيطر على المراكز الامتحانية، ماكو شيء يمنع من السيطرة عليها الا اكو اهمال او اكو اساءة للمحافظة. تكاليف سفر الطلاب عبر طريق يمتد الى اكثر من 300 كيلومتر هي الاخرى تؤرق العوائل ذات الدخل المحدود، والتي ما تزال حائرة في جمع ما تيسر من اموال لاعمار منازلها التي دمرتها الحرب او لشراء قوت يومها. شنو المشكلة؟ كلها صار 4 سنوات تنحجب الامتحانات الخارجية عن الطلبة. نطالب أسوة باقي المحافظات أنه تنفتح الامتحانات الخارجية. لو أكو أحد يطالب يعني للشباب ما كان سدت الامتحانات صار 4 سنوات. يعزو شباب وطلبة صلاح الدين حجب الامتحانات الخارجية عنهم داخل المحافظة إلى انشغال الحكومة المحلية بصراعات النفوذ السياسية وإهمال مصالح مواطنيها، وخاصة أن المدن تشهد استقرارا واضحا على الصعيد الأمني. العالم تلاقي خبز بك عمود تقوم تروح بغداد الكرب بيش 20 و25، يعني تروح لبغداد وتجي، يعني هاي ما صارت، والعالم هي 3/4 ميتة من الجوع. إغلاق مراكز الامتحانات الخارجية في تربية صلاح الدين منذ 4 أعوام حتى الآن يجعل سفر الطلاب إلى بغداد مهمة شبه مستحيلة، والجميع يتساءل لمصلحة من كل هذه العقبات. من تكريت نبيل عزامي، UTV. قرصراي قصر لكل من حكم الموصل في 1000 عام، دمره المغول في اجتياحهم العراق، وتعيد إعماره جامعة بنسلفانيا الأمريكية ليبقى مقصدا آثاريا وسياحيا. بناها الأتابكيون في القرن 11 الميلادي، واستغلت بعد ذلك قصرا لكل من حكم الموصل، واليوم وبعد 9 قرون على إنشاء قرصراي بدأت بوادر إعادة إعمارها من جديد لتكون شاهدة على حقب زمنية عديدة من تاريخ المدينة. قرصراي أو القصر الأسود الممثل الوحيد لقصور الأتابكية في الموصل، القصر المطل على دجلة عند الجانب الأيمن للمدينة أدرج ضمن مشاريع إعادة إحياء التراث، وبدعم من جامعة بنسلفانيا الأمريكية باشرت مفتشية آثار نينوى بإعمار القصر.
بناء قرصراي النموذج الوحيد والفريد للقصور في الفترة الأتابكية والاستمرت في بدايات الفترة العثمانية كذلك. الاختيار اللي تم على قرصراي باعتباره منطقة سياحية مؤهلة سيكون له دور كبير في الجانب السياحي لهذه المنطقة وإمكان تطويرها بشكل كبير واستغلالها سياحيا. دار المملكة ودار الحكم والقصر الأبيض ومن ثم القصر الأسود بعد اجتياح المغول، أسماء أطلقت على هذه البناية التي عاش فيها كل من حكمونين وعلى مدار 9 قرون، ويراد لها أن تكون موقعا أثريا مؤهلا لاستقبال السياح. من ليس لديه ماضي ليس لديه حاضر. هذه الخطوة إذا تمت بشكل فعلي وبشكل متقن سيسهم بجذب الأنظار إلى مدينة الموصل. أتحدث هنا سياحيا خصوصا أنه المدينة معروفة تاريخيا وحضاريا وأثريا. قصر قرصراي لم يتبقى منه سوى إيوانين وممر يربطه بسور نينوى ونقش أبيات شعرية على جدرانه تقول: لو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك ولا عتب على الزمن. من الموصل محمد سالم، يو تي في. الموج في بحر البصرة غدا الخميس خفيف بارتفاع يصل أحيانا إلى قدمين، أما الرياح فهي شمالية غربية تصل سرعتها إلى 15 كيلومترا في الساعة طبقا للرصد البحري في شركة موانئ العراق. كادر يو تي في يتمنى السلامة لطواقمنا البحرية على متن السفن وزوارق الصيد. الآن أذكركم بالعناوين. سفارة واشنطن تزود الجيش العراقي بعشرات المدرعات لحماية الخضراء وعين الأسد. ساكو يحذر من إفراغ سهل نينوى من المسيحيين ويقول الدولة غير قادرة على ضبط السلاح المنفلت. بعد تخفيض إيران تصدير الغاز، العراق يحيل ربط الكهرباء مع الأردن إلى جنرال إلكتريك الأمريكية. لا تعيينات على العقود والملاك الدائم، المالية تؤجل كل شيء حتى إقرار الموازنة الجديدة. كل قصصكم وحكاياتكم التي شاهدناها في نشرتنا هذه ستجدونها على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. لكم مني أجمل تحية. في أمان الله.